بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ونحييكم عبر أثير شبكة دولة القرآن الكريم. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، اليوم العاشر من أيام هذا الشهر الفضيل. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. مستمعين الكرام، ها هو اليوم العاشر من أيام هذا الشهر الفضيل. هذا اليوم هو يوم الانتصارات، يوم الفتوحات، يوم البطولات الإسلامية. في هذا اليوم الكريم، وكما عهدنا مع الله عز وجل أنه دوما يؤيد جنده في هذا الشهر الكريم، في غزوة بدر الكبرى وفتح مكة وغيرها من الفتوحات الإسلامية الكبرى. وكان أعظم انتصار في العصر الحديث هي انتصارات أكتوبر عام 1973، وكان ذلك موافقا للعاشر من رمضان، ببركات هذا الشهر الكريم وببركات الله أكبر. كان النصر المبين للجند المصري على المغتصب والمعتدي الذي أراد أن يأخذ أرض مصر عنوة، ولكن الله عز وجل أيد جند مصر في هذا اليوم الطيب المبارك. وهذه تحية تقدير وإعزاز لقواتنا المسلحة في هذا اليوم الطيب المبارك. أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لقد قدم الجند المصري نفسه ودمه وماله فداء لهذا الدين، وفداء لتراب هذا الوطن، وقدم نموذجا لم نرى له مثيلا في الحرب الحديثة. لا زالت حرب أكتوبر العاشر من رمضان تدرس في الأكاديميات العسكرية في أنحاء العالم، لما رأوا من قدرة فائقة للجند المصري في هزيمة الأعداء بإمكانيات بسيطة، ولكن تأييد الله عز وجل والله أكبر كان أكبر داعم للجند المصري. وقف المسلم وأخيه المسيحي جنبا إلى جنب في خندق واحد، يدافعون عن تراب هذا الوطن. أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا دوما، وأن يجعلها دائما واحة للأمن والأمان. هي أرض الأزهر، أرض القرآن، أرض العلم والعلماء، حفظها الله بحفظه العظيم، اللهم آمين. مستمعين الكرام، وحتى يأذن الله بغروب شمس هذا اليوم، نعيش مع هذه التلاوة الطيبة المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني، وما تيسر له من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين يضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كدت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المواضع حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المواضع حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين وقت من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين ودخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم you
فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكم
حتى لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام ونحن الآن في انتظار مدفع الإفطار ويرفع أذان المغرب فضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيني. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله.